السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على الماتيريال في برنامج سكتش اب. عشان نحط ماتيريال للمبنى دوت، هدخل على الويندوز ماتيريال وهبدأ أشوف الخامات اللي أنا عايز أحطها. أقول مثلا عايز وود، بكل بساطة هتلاقي الحاجة اللي أنا بعلم عليها بتاخد الوود اللي أنا عايزها بالشكل دوت. ممكن أختار أي ماتيريال من الموجودين، يعني ممكن أختار بلايند تجي الحاجات ديت، او ممكن اي حاجه بقى انا عايز ابدا اديها الماتيريال بتاعتها. بكل بساطه بحدد الماتيريال ستون مثلا واقول له انا عايز الحاجات دي تبقى ستون. بحيث بعد كده ان انا ممكن اعمل ريندر للحاجه ديت، ممكن اقول له كرييت ماتيريال، اعمل ماتيريال جديده وابدا اختار الشكل بتاعها هيبقى عامل ازاي وأديها الاسم اللي أنا عايزه، وأختار هحدد نظام الألوان إزاي، هل بالآر جي بي ولا بالشكل دوت. ممكن كمان أديله صورة، يعني ممكن أجي هنا وأختار صورة، ولكن مثلا نختار صورة المبنى دوت إن هي دي تكون الأساس بتاعي، تمام، وأقول بعد كده أوكي، بحيث إن أنا هاجي ده على سبيل المثال الصورة اللي أنا كنت مصورها خدها وبدأ يحطها كباترن صغيرة في الشكل بتاعي، تمام. هو ده عبارة عن باترن بيتكرر، ده برضه عبارة عن باترن بيتكرر، ممكن تتحكم فيه برضه، تدخل جواه وتقول له أنا عايز الألوان بتاعته تبقى قد إيه، المساحة بتاعته هتبقى قد إيه، كولورايز، يعني ممكن تديله شفافية، تقدر تتحكم فيه زي ما أنت عايز. زي ما أنت شايف إن أنا دلوقتي ببدأ أتحكم فيه، بديله لون معين بيطغى على الصورة ديت زي ما انت شايف. بعد كده اتعلمنا ازاي احط ماتيريال، ازاي اعمل كرييت لماتيريال، ازاي ادخل الصورة جوه الماتيريال.